طب قبل ما اخد منك جدول الترتيب ونشوف ده خلينا نروح معانا اخر تقريرين. الاولمبي فاركو 2-1 في المباراه التي شهدت ضرب الحكم محمد خاطر، وهنرجع نتكلم في اللقطه دي مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف الزميل ممدوح الكواليني تواجد في المباراه. بحمد ربنا على المكسب بتاع النهارده، بشكر اللعيبه كلها والجهاز الفني والاداره، وبشكر برضه لعيبه فاركو على الاداء اللي هم ظهروا بيه النهارده في ظل وجود جهاز جديد كابتن هاني سامي وكابتن شريف فاروق. ويعني اديك شايف النهارده ماتش يعتبر من احسن الماتشات اللي اتلعبت في الدوري من فرقتين، بس احنا كنا راجعين اول ماتش من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، جه فينا جون في الشوط الاولاني طبعا ما فيش حاجه اسمها ياس، قدرنا نلعب لحد اخر 10 دقائق خسرين 1، قدرنا ان احنا نتعادل ونجيب مكسب، وضيعنا بعد برده الهدف الثاني ليا ان احنا نضيع اكتر من 3 4 اجوان. ويعني انا يمكن تيم الاولمبي السنه دي من اقوى الفرق اللي هي في المجموعه. الحمد لله على المكسب، اللعيبه النهارده كانت رجاله، واحنا ضيعنا كتير في الشوط الاولاني بس دخل فينا جون بيلين كده بطلق، وما حمدناش احنا في الاوضه الكابتن علاء قال لنا سخره وان شاء الله هنكسب باذن الله، والحمد لله على المكسب ان شاء الله. الحمد لله ماتش صعب، ماتش فاركو فرقه كبيره ومن الناس اللي بتنافس على المركز الاولى، الحمد لله احنا مركزين. بدانا الفتره اللي فاتت الحمد لله الاداء بقى كويس والنتائج بدات تتظبط، الحمد لله احنا النهارده كنا بادئين غلطه ضربه جزاء، يعني انا مش عايز اتكلم على التحكيم بس ضربه جزاء فعلا ما فيهاش اي حاجه، ما تهزناش ولعبنا لعبنا لحد اخر الوقت الحمد لله، ما استعجلناش الحمد ربنا كرمنا في الاخر ان احنا نتعادل ونكسب. فمبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره، وان شاء الله دي تبقى بدايه للماتشات اللي جايه كلها ان شاء الله. الحمد لله وشكرا، مبروك للنادي الاولمبي وارد لك لنادي فاركو، عملوا جيم كويس وكان ماتش كويس، يعني ماتش دوري ممتاز، فالحمد لله بالحكم 10 على 10 بامانه، مش عشان انا كسبت، مش اللي حسبها هنا حسبها هنا كربون الاثنين الضربتين الجزاء، فانا بحييه بصراحه وبحيي طاقم التحكيم، فالحمد لله على النتيجه. ضربتين جزاء في منتهى الغرابه صراحه، اللعيبه بتخطئ اخطاء ساذجه جدا، يعني ضربتين الجزاء سواء الدفاع عندنا او الدفاع عند فاركو. الهدف الفوز جميل ومستحق بعد ضغط ومحاصره فريق فاركو في نص ملعبه وفي خط ال 18، انا شايف فريق بيدافع طول الجيم من اول الجيم لاخره، فده فوز مستحق. بالعكس المفروض ده السكور قليل، المفروض السكور كان زاد 5-6، وهي دي الكوره ومتعتها وحلاوتها. بتمنى التوفيق لفاركو في المباريات اللي جايه، وان شاء الله فريقنا ان شاء الله كده قرب ناحيه المقدمه. والله هو الماتش كان له ظروف كده غريبه، ضربه جزاء قبل نهايه الشوط الاول، ضربه جزاء قبل نهايه الشوط الثاني، الحكم اتطرد من عندهم اثنين. احنا بنلعب طول الماتش وطول الماتشات اللي فاتت بنهاجم طول الوقت وربنا ما بيوفقش. اللعيبه محتاجه تبقى عندها ثقه في نفسها شويه، ان شاء الله انت عارف الكوره المكسب بيجيب مكسب، يعني المكسب ده ان شاء الله محتاج مكسب كمان يدعمه، والحمد لله بقى فرق بيننا وبين الاول 5 نقط دلوقتي ورجعنا تاني للمنافسه، واللعيبه بدات تحس يعني بالاهتمام اللي معمول لهم، وكله على الله، نعم العينه وكله على الله الحمد لله. انتهت مباراه الاولمبي وفاركو بفوز الاولمبي بهدفين مقابل هدف وحيد، وفرحه ما بعدها فرحه للجهاز الفني للنادي الاولمبي بهذا الفوز. من ملعب المباراه ممدوح الكواليني لكوره بلدنا.